السلام عليكم تلاميذ التلميذات متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة بروف عبدو، وكنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. هذا الفيديو مخصص للتلاميذ ديال أولى باكالوريا اللي دوزوا الامتحان الجهوي، وكنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا مزيان وإن شاء الله تخربوها نقط وما كاين غير المعدلات. بزاف ديال التلاميذ كيسولوني امتى غادي يخرجوا النقاط ديال الجهوي، دونك هذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو. لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع صحابك ويلا على بركة الله. اولا وباش نكونوا متفقين، فوزارة التربية الوطنية في المقرر ديال تنظيم السنة الدراسية كما كتشوفوا ما داروش يعني تاريخ ديال الاعلان عن النتائج ديال الامتحان الجهوي، فكما كتشوفوا معايا هنا قال لك المداولات الخاصة بالدورة العادية للامتحان ديال الباك غادي يكونوا نهار 17 و 18، بالنسبة للنتائج الامتحان الوطني غيتم الاعلان عليها يوم 19 يونيو، ولكن ما ذكروش لينا هنايا تاريخ الاعلان عن نتائج الامتحان الجهوي ديال اولى باكالوريا. اش هادشي الوزارة ياك ما نسيتي لينا هاد التلاميذ هادو؟ لا، فكما ديما في السنوات السابقة دائما كيبدا الاعلان عن النتائج ديال الوطني عاد من بعد بواحد 4 ايام ولا 5 ايام بحال هكا كيتم الاعلان عن النتائج ديال الامتحان الجهوي ديال اولى باكالوريا. فإلا قلنا نهار 19 غيكونوا النتائج الوطني، فتقريبا ديك 23 24 ولا 25 ولا 26، المهم هاد الايامات هادو بحال هكا غيتم الاعلان عن النتائج ديال الامتحان الجهوي، المهم قبل من العيد ديال الاضحى. فملي غادي يكونوا المداولات انا راه كنبارطاجي معكم اي حاجه جديده، ملي غادي يكونوا المداولات وغنشوفوا الاعلانات ديال الاكاديميات هادشي كامل انا كنبارطاجي معكم في الباج ديالي على الانستغرام ولا على الفيسبوك. فكونوا متاكدين الدراري بلي تيخرجوا النتائج ديال الامتحان الوطني ديال صحاب الباك عاد غادي يخرجوا ديال سحاب الجهوي. علاش؟ لان التلاميذ ديال الثانيه باكالوريا تابعينهم المدارس وبزاف ديال الكونكورات وبزاف انهم يتسجلوا في المدارس كما قلت لكم، وكيخصهم دوك النقاط ديال الامتحان الوطني وتيخصهم داك بيان النقاط وزيد وزيد، المهم شحال من حاجه. اما بالنسبه للناس اللي كيسولوني على التصحيح واش بدا ولا مازال، فراه بدا التصحيح ولكن ماشي في جميع المديريات، كاينين مديريات اقليميه اللي بداوا التصحيح ديال الامتحانات الجهويه ولكن راه مازال مساله يعني باقي التصحيح غادي يكون. فكما كتشوفوا معايا مثلا هذه المديريه الاقليميه ديال وزاره التربيه الوطنيه اللي كاينه في سطات، كما كتشوفوا معايا التصحيح ديال الامتحان ديال التربيه الاسلاميه بالنسبه للشعب العلميه ديال الشعب الادبيه مازال ما بدا التصحيح، كما كتشوفوا كذلك هذه المديريه الاقليميه ديال الحوس، كاين ديال العيون، كاين الى اخره، بزاف ديال المديريات راه بدا فيهم التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال العلوم ديال الادب مازال ما بدا. الدراري هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح، بارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم باش كلشي يعني بلا ما تضغطوا على راسكم، بلا صافي انسى دوزتي الامتحان انسى، نهار غادي يخرجوا النتائج انا غادي نعلمك شخصيا في الصفحات ديالي على المواقع التواصل الاجتماعي بروف عبدو. هادشي اللي كان، تهلاو ليا في راسكم، نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.